حمى قدامه ولف يسار تدريجيا عشان نرجع لينا. بس اول ما فتح غصب راح يقول لك ارجع له، هو لازم يحس انك انت لا. اه اي انا صار راح يطلع ممكن بعدانك حس الحصان بشيء، بس قصدي هو بحد ذاته لو كان حصان ثاني في مشكلة لا لازم نسوي العكس، مع من يقدر على تحريك عكس اخي. فنتكلم مع حصان مشكلته مع راعي انه ما يقدر يوقف الجود ومشكلته انه صار يشنع، فحاولت اطلع ما تشنع ما تشنع مشكلته مستقبلا بعد اسبوع اسبوعين بعد شهر شهرين بتصير مشكلتك زي فرش الشجره مندفع زياده وتبغى تخفف. طبعا الفرق بينه وبينها انه هي مندفع بس تفضيله، هو مندفع بسحب وتدكي استعمل جسمه اكثر منها، هي تستعمل مهارك وفقط مهارك لما يشنع. يعني ترى السحبات القوية هذه شوف شو يمكن تسوي؟ أشتغل معها هي. الزلقات هذه هذا المقصد إن كان 70% من المشاكل بتطلعها الجود في الركوب. يعني مواكبتي هذه. هي ما هو مو أنت مو تسويها في الجود في اللفات الطريقة تزلق وغيره. مو أنت تسويها. طبعا كانت خطأ قد تخرب وكانت صح قد تضبط. بس قصدي نجحت مو قصدي نجحت إنك تركب الحصان قبل، مو قصدي إنك نجحت إنك تركب الحصان. قصدي نجحت في إني أشرح لك بعض الأمور اللي أبغى أشرحها في الركوب. في حصص في حدود حصصك الموجوده اللي كانت المقصد الحين تدق الاخير يحب كذا دلكت له سحب دلكت ثم وقف رجعت يمين سوى كذا دلكت له ثم سوى كذا اللي كان في الكود يرفض كان شو يسوي بعد اسبوع راح بس حاول تلف يمين شنع على طول حتى لو بكره شنع ممكن عاد ازيد خد كافي قدر كافي من اللفات في بالشكل العادي وبكره اقدر ممكن اضيق الصدر لو جهزنا. طيب يعني الصداع هاي شكل بس استخدمها بعد عشان ارجع. وزي ما قلت لك هي مثاليه في الوضع هذا انها ما تتدخل بشغلك. ايه شوف انا شغلي بالنهايه مرتاح. نعم بس انا فكرتي تخيل انه انا ازلك صح ما تدخل بشغلي بس اخلي واحد يقول لي احصان كل يوم. صح ما تدخل بشغلي بس حيشتي. ايه وراحت بس كرهي لها مو مثل الصداره الامانيه وغيرها هذيك تدخل بيدك. هذيك مره ما يعني يدك ما لك عذر بشغلك الفاطمة. تقدر تقول طب الحصان يبالغ في السحب بسبب الصداره صح. اعتبر الحصان في مشكله سحب. يدك مره تبيك النهماز النهماز لو استعملتها برجولك اما ان تدريك مضبوط فتحول النهماز فيكون شكل فقط او بتدخل بشكل خليه تقفل يعني يا كذا يا انك بتقفل او انك ما تحتاج هي السرج مو ضد الطريقه. نعم بدون سرج اسهل لك مو ضد الطريقه لكن في ادوات انا ارى انها ضد الطريقه قصدي بتسحبك تدريجيا عكس الطريقه. احسن شيء اشوفه عندك يدك شغاله من القبض يمين يسار شغاله في كده زي بالحالة هذه اللي بيروح الخيل بيروح لفراش أو تدرك راح هو قمة البشاعة إن الحصان يسحبني من الخيل ويفك لا بيروح أنا فاهم بس ما كان يسوي كذا وكان ما يخليك تقبل نعم حتى لما ركبت وعطيت الفرصة يمشي قدام ما قبل مو مشكلة فقط المال لما كنت تعطيه لا خليه ينتبه ما كان هاي نفع يمكن كذا حاول تروح الهدف نروح له شو وجهي وأجل تلف كان يصدع أيوة ما لا في منه في سحب تعال دي لما تركب الناقل بخطأ حاول يثقل يسار لحظة يروح هدف في معتمد لحظة شو هي حرم؟ هذا مطلوب يعني كويس بدأ يحرم ثم كوفا قاعد بدأ ينطل يعني نقلناه من الشيء اللي كان فيه يعني قصوا يا وديه للي يبيه ولا؟ يا بس قصدي الفكرة انها فيه تطور كيف خلي وديك اللي تبيه؟ مجرد اني تجريت فيه حول حركة هنا عزل لا انا ما ابي اصل وجهه عكس المربط عشان ما شد انا مقصدي يا قصدي ان وصلنا لشيء ممتاز لا وجه له ايوه بس لفه كامله يسار تعال لفه كامله يسار تعال زين الناقل لما تركب بخطام حركه بعصا بخطام جهه واحده فقط اذا بغى يلف يمين يلف العصا كذا يلف داخل الخيط يكون بجهه واحده في اخر الوقت البنات كنا صار يحارم عادي حركة فرق شاسع عن اخر ركبه جد برا انا هسه ايه ركوبي ما عكس المربط ما فيه يا ريت بعدين ابغى اتاكد انا وقف شو كيف يقول صدق انا سوي ولا مره فرق خلاص ولا طول وانا جاي قاعد صار الكره بس ما ادري عشان فراس اللي يقول والفكره انه انا بس كل اللي ابغى اشوفه الى اي مدى فدتك اذا كان شغلك بس يفكر إيه؟ لا 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 حتى لو هديك استمر فيها مثلا إيه لا في اي مدى يتحسن لان زي ما قلت لك هي بشاعتها هي ميزتها انها تمنع انها هي في القفل بطريقه القفل كل اللي يصير الحصان بيطلع من القفل
ما يمكن تكفل القفل المثالي عليه يعني. ليه ما يحبون الا حق البراميل وحق بعض الكابوي رعاة البقر اللي يندفعون ورا الجره ويكبون عليها المسكون يعني ينطلقون اثنين يحدون الثور وتطب عليه المسك. انا احد من جهه وتكب عليه الحبل تطب عليه للحصان يبغون بس الدفاع سريع بس حق الكاتنجوري يعني ما يحبون ابدا يركبون صدار ثاني هجل على هم ما هو صدار باختصار لو قفلت عليه تبغى يفضلي هذه عسرته مستحيل ما يتكي ايه طريقة اسبانية يحبون انه ما يتكي عادي طريقة امريكية ما تبغى يتكي يبون تبني بس مهما كان النام وسيع بيتكي طالما انها العسل ما يحبونها يحبونها في غرض معين لكن في التزليق تغلبها لانك الشغل تبغى الحصان ينطلق بيسحب وانا ما اسحب ما هي مزلقة يتكي انا ابغى يتكي هذا اللعبة عشان كذا انا اقول لك انه لو صارت حتى اللي شرحت لهم القفل اذا بغى يركب صداك تركب هذه ما احد احب اركب الصدار الاساسي عشان يصير القفل تبدو على سبع جميل هذا